يا اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج يوتور. حلقتنا اليوم شويه تختلف، يعني بيها روح جديده وبيها اثنين نجوم مهمين. النجم الاول بمجال الغناء والموسيقى والتوزيع، والنجم الثاني اللي هي زوجته لها علاقه بالديزاينر، لها علاقه بالتصاميم والرسم وهوايه فنون. هذول اخذناهم كحاله مهمه بالمجتمع، انه اثنين متزوجين عندهم فن واثنينهم واحد يساعد الثاني. عرفت شلون؟ لذلك احنا لازم نروح. يا اهلا وسهلا استاذ نواس وست سراء. اهلا وسهلا بيك. نورت اربيل. والله انتم منورين. تسلم. صراحه يعني تسلم. احنا سعيدين اول شيء تكونون اثنيناتكم موجودين. شكرا. اول شيء لشخصيتكم الحلوه، ثاني شيء انتم تعكسون ظاهره كلش جميله بالمجتمع. نعم. انه الرجل والمراه اثنينهم هيك اكو فد ميكس بالحياه مخلي بين الفن وبين السوشيال ميديا وهم اصلا اثنيناتهم مجتمعين. هذا كلش حلو يعني للمجتمع، حتى شويه يشوفون انه شلون التعامل الرجل والمراه شلون يكون. بس احنا نريد هسه اليوم نحكي اول شيء شلونكم؟ احنا زين الحمد لله. الصحه، الاحوال، الامور الحمد لله بعد ما خلصنا من الكورونا ولقحنا. أيه. الامور طيبه هسه افضل بهواي. أيه الحمد لله، الحياه رجعت شويه، اي واحد يتنفس يعني حس بها الحياه فعلا. أيوة والله، يعني واحد ابالك كان مسجون. صح. بس ببيت كبير يعني هي. أيه. هذا اللي عشناه هالسنه ونص تقريبا ترى كانت. صح. يعني مده مو قليله فعلا فعلا. وانتم بس انتم خوش استغليتوا هاي الفتره. أيه. عشان عندكم تفاعل، اكو سوشيال ميديا واكو هواي تفاعل. منو صاحب الافكار؟ والله اثنين يعني كل واحد يحاول يكون خلاق يعني. ايه مجاله. ايه احنا خلينا نتفق على شيء من بدايه اللقاء. ايه انه نعوف الدبلوماسيه. ايه نحكي بصراحه يعني. لا ما عندنا احنا ما عندنا دبلوماسيه. ما عندنا يعني ما عندنا شيء نخاف من عنده يعني. ايه اصلا يومياتنا كلها قدام الناس يعني. ايه لا يعني مثلا مرات شوية واحد ما يريد ينطي بالثاني، ما يريد. لا هي ما يحتاج أنطي بي أو هو ينطي بي. الحمد لله والشكر يعني إحنا صار لنا 17 سنة متزوجين. أي. يمكن كان عندنا مشاكل أول سنتين حالنا من حال أي طبيعي زوجين. هذا طبيعي. كلش طبيعي. أي. وطبعاً هو كلش صعب يعني المرأة تتزوج شخص بالمجال الفني، لأن يعني تعرف هو أكو تفاصيل فتتعود عليها. الرجال من يكون عنده شلون يقول انشغال. يعني أنا عندي ثقة كاملة بي. طبعاً هي تجي بمرور السنين. ايه. زين. ضحكة. ايه ضحكة شو بدها؟ ايه. هدول مواسية. يعني نؤاس شاب وسيم وأشقر. هاي كانت المشكلة بالبداية. إنه أولاً أنا ما متعود على يعني التزام 100%، وأصلاً أنا تارك أهلي ومسافر، كنت عايش بالإمارات. بس هو كلش زوج يعني شلون أقول لك، زوج ممتاز، مو لأنه دا أمدحه يعني. مية ناحية ممتاز. بكل شيء، زوج جيد، أب جيد، صاحب مسؤولية. زين. يعني أنا من يعني بأكثر الأحيان أنا اللي صحتي تكون تعبانة بالبيت، من هو إذا يتمرض شوي أقول له لا أنت الصخرة مالتي، لا تتمرض، طيب بسرعة. لازم توقف. إيه طبعًا. زين أنتوا شنو أبراجكم؟ أنت شنو برجك؟ اثنين الثور. والله؟ إيه والله. يبقى زين. اثنين الثور. هو زين من ناحية ومو زين من ناحية. آه. إيه طبعًا. الناحية الزينة إنه كل واحد يعرف شنو اللي يزعج الثاني ونحاول نتفاداه. زين. حلو. بس المو زين بي انه كلش بسرعه نفور ونصير اعصاب. أي. وبسرعه نتندم ونهدأ. ما دام هيك زين. زين. هو طبعا بالمناسبه برج الثور هو متلائم ويا كل الابراج تقريبا، يعني هو برج يقدر يعني يتاقلم ويقدر يمشي الحياه. دبلوماسي. اي بي عنده. رجعنا للدبلوماسيه. زين. من السمة الطاغيه بالبيت، الموسيقى لو الرسم لو شنو؟
لا هي متوافقة يعني الموسيقى تدري احنا من زمان انا مو يعني مو هسه بديت بالموسيقى يعني اولا عائلتي كلها فنية طبعا من والدي المرحوم واخويا سمير ويعني كنا ماني من بداية دراستي بصف الاول ابتدائي درست موسيقى بمدرسة الموسيقى والبالية حلو واصلا يعني انا نشأت ببيئة موسيقية 100% فهاي قديما يعني الموسيقى او الالحان او البيت هو عبارة عن موسيقى بيت وفن موسيقى الرسم هي ما بدت يعني ما بدت بي من زمان هي كانت ترسم من هي صغيرة بس أي. يعني كان موهبة يعني بسيطة هيك يعني شو نقول واحد يشخبط بالبيت حلو زين يعني هاي العد هاي تنحسب النقاس انشغالاتي انا هواية تنحسب انه هو طور راح يحكي لك انشغالاتي انا كلش هواية يعني كاستوديو وحفلات وتوزيع ومرات يصير سفر ايضا يعني اروح غير محافظة او غير بلد اروح اسبوع للاردن اروح لباريس اروح الكذا فصارت عندها يعني هي والاطفال كبروا قاموا يقدروا يعتمدون على نفسهم ودوامهم طويل وكذا فرادت تشغل نفسها بشيء ايش يوم من الايام قالت لي وين اكو هنا اغراض مال رسم شنو الاغراض مال رسم قالت يعني اغراض مال رسم مال كل شيء رسم قلت لها يعني مال البروفيشنال لو هيك اجيب لك دفتر وقالت لا لا الوان وهذا ترى تعرفين قالت خلينا نروح نشوف يلا رحت ادور فرحنا رحنا دورنا جبنا يعني الوان اكريليك بالبدايه ولوحات من هاي الكنفاسات مال الرسم وجبنا لها ستاند صغير كان يعني كل شيء كل شيء بسيط بدايه بسيط بالبدايه مال يعني مال مبتدئ حتى احجام اللوحات كانت صغيره سهل ما اعترف ببالي احجام وش قد يالله وصلتي مرحله ترسمين هو اول يوم رسمت عادي ولوحه حلوه يعني كانت موجوده عندي لسه محتفظه بعد اكو اكو خزين لا طبعا لحد الان هي اللوحه هاي ما اقبل هي مرات اللوحات القديمه الضوج منها تغيرها او كذا قلت لها هاي ما تغيري لا تغير لو تريدين انا اشتريها من عندك وخليها بالبيت لا فعلا فعلا والله ما تتغير زين فهاي نقطه لها يعني يجبرني انه ما اغير باللوحات القديمه فمحتفظه بيهم والله كلش زوج داعم وممتاز يعني يصير انا اغنيه انا يا طير مثلا كان صوتي كلش بسيط بيها اللي هي باكوره اعمالي اللي بديت بيها كان يعني مال خلينا نقول مراهق صوتي شويه عن المراهق يصير امسحها لا تاريخها تاريخ انا ما تاريخ ما يمسح زين اريد اعرف مساله نعم انتوا شلون التقيتوا احنا قرايب اي شلون يعني حتى لو قرايب يعني شلون التقيتوا كحب لا كزواج شلون تحكي لي انت لا انا بس انا احكي انت كاميرا اصلا انا اصلا انا ويا واحد ما يطيق الثاني كنا لا والله اي والله العظيم احنا قرايب وامي كانت تدور له على عروسه يعني امي تدور له عروسه اي امي تصير بتعمته زين فتدور له على عروسه يعني لان حابين يتزوج وحابين يفرحون به زين ومره قطع مهر وانا اشتريت فستان للمناسبه مالته وماكو يعني سبحان الله يعني ماكو اي شيء ممكن يربطنا ويا بعض بس القسمه يعني ما تعرف شلون تصير مو تعبتوا انتوا لا هذا هسه البارت احنا راح نحكي عن اشياء لها علاقه بالسياره نعم بس نعكسها على الحياه يعني مثلا نبدي نبلش منو اللي دائما الستيرن يمه شلون يعني انتو بحياتكم اثنين نسوق شلون يصير ما تريد جواب دبلوماسي منو اكثر شيء لا طبعا يعني هي يم الرجل اكيد اي يعني كل شيء والقرارات المصيريه وهذا بس بالتفاهم طبعا هي مشاركه مو بال اي أيه. بس ليش يقولون احنا دائما المجتمع صح الظاهر انه الرجل هو القرارات يمه بس بعدين اذا ترجع لها المرأة هي اللي تتحكم بالقرارات بس بطريقة غير مباشرة لا هي تساعدني انا شوف مرات العصبية تعميل الانسان صح أيه. العصبية تعميل الانسان ما ياخذ قرار صح فهي ما تتصادم وياي بنفس الوقت من انا عصبي او كذا وهذا شوية تقول لي زين انت فكر لو كذا لو كذا لو كذا اصفنا طبعا مو كل مرات صحيحه مرات انه انا لا ما يعني لو يقنعني لو اقنعه يعني هي هذه الامور كلش مهمه انه يتفقون عليها اي زوجين بالحياه اذا اكو يعني تقريبا تفاهم على السياقه والستيرن والقياده
اكو زين. لا طبعا اكو تفاهم لازم. أي ما أي تمشي الحياه بدون تفاهم. حلو. هاي بالنسبه للقياده. نعم. اذا نجي على بالنسبه للنؤاس التشكمه مالتك شنو بيها ضامه وما حد يدري بيها؟ بس الثانويه. انت ضام؟ ما ضام شيء. انا ضم يمها. ها ضم يعني فلوسي اغراضي الامور كلها. ممتاز. دام ضم يمها خلينا نعرف من عندها. شنو الناس ما تعرفه عن اموري؟ عن نؤاس العفو اموري. نؤاس انسان كلش صريح وصادق. لا با هاي الكل هذا السؤال. لا كلها براحتك. لا ما راح اقول لك الا هذا السؤال. يلا. هو كلش صريح وكلش صادق. زين. بهالزمن هذا الناس قامت تشوف الصدق والصراحه. أي. حتى المحبه احيانا يحبوك انه تكون منافق شويه. زين. نؤاس ما يقدر يكون انسان منافق. حلو. فهوايه احنا يعني نخسر ناس او مجامل. ما يجامل لانه كلش صادقين بالتعامل. من نحب شخص نحبه للاخير حتى لو راح نجرحه بصدقنا نحكي بصراحه وياه. حلو. فبهذا الزمن الناس تريد اللي تجامله اللي ينافق وياك ما يتقبلون صراحه. هذا كله ما له علاقه باللي ضام نؤاس. هسه هذا راح امشي لكم اياه الجواب. والله ماكو شيء يعني راح امشي على يمك الموضوع. والله ماكو شيء. هو راسا الكره راسا شمرها يمك ما يرد يحير بالموضوع. زين. دائما يعني اصعب شيء يقولون بالسياقه انه البق ترجع يعني حتى يحذروك يقول لك قدر الامكان قليل ارجع بق. حتى انتم شلون بالقياده شلونكم بالحياه ترجعون لو دائما للامام لو شلون؟ انا ما احب ارجع بق. اها ما ارجع بق. ممكن نوقف ننتظر بس ما ارجع بق. بس ما نرجع. اي مره واحده. هي ميزات برج الثور ترى. اي يصبر بس ما يرجع. شوف هو رب العالمين يخلي كل شيء يعني مو بيدنا احنا طبعا. كل شيء بيد رب. لو هسه على قولت المصريين لو تقري قري الوحوش غير رزقك مره ما تحوش. صح. فانت لو هسه ايش ما تسوي غير اللي الله كاتبه. هاي انا اقول اللي هي هي يعني اصغر مني ومندفعه تحب شغلها وتحب تظهر. هذا شغف. شغف بالشغل كذا. لا واتاذى يعني على شغلي يعني. انا سويت عمليه قد ما اني يعني متفانيه بشغلي اذيت نفسي. زين هسه هذا يعني بصراحه مثاليات هاي كلها. يجوز ماكو ناس مثاليه قليل يعني. احنا اذا برنامج يبقى كله مثاليات هاي بعد نعزل يعني. والله شو تريد؟ عم احكي علي. احكي علي يا حبيبي. ولا شوف هذا بدنا نحكي لك اياه. هذا الناس شايفته على السوشيال ميديا. احنا حياتنا يوميه مثلا. اي منظم شيء. اي مو هو هاي المشكله. الريوق مالتنا موجود. اي الناس تقول هاي بس للسوشيال ميديا. لا يعني شنو اللي انت عندك يعني انت سويت ريسيرش عليها صح؟ نزلناها بالسوشيال ميديا. سويت وانا هيك اصدقاء من زمان. اكو شيء عندك عليه قوله يعني. لا بالعكس من انا شنو حتى شوف انا كل سؤال هذا مو اسئله من عندي. انا اسال اسئله الناس. نعم. الناس دائما شو تشوف السوشيال ميديا لان البعض انتم تعرفون اكثر من عندي. ايه. انه البعض يعكس صوره مو حقيقيه في السوشيال ميديا. ايه. يعني بس على قد التصوير وراها الموضوع يتغير. جزء هم يعني عندهم شغل بالسوشيال ميديا او فيها فائده طبعا اكيد. اي فاحنا نريد اليوم نطلع الحقيقه انه انتم يعني سوشيال ميديا او واقعيه نفس الشيء. يعني تحسبين اذا نكذب مدري. لا بالعكس. لا احنا اقول لك حياتنا ليش لانه ما نتصنع يعني. مثلا احنا بالبيجامه مرات نصور. احنا قاعدين نشرب قهوه نصور. بالكورونا مره حتى تعجبت هسه قبل شويه قالت لك خلينا نصور بدون فلتر. اي طبعا عادي ما احب الفلتر. دائما تقول لي صور بدون فلتر. حلو هذا الموضوع. شوف ليش مثلا اكو ناس على السوشيال ميديا اكو لهم من يحشون عندهم مثلا الوف المتابعين بس نصهم يغلطون عليهم لو يتنمرون عليهم لو كذا. احنا ما عندنا هيك شيء يعني. نستطب على التعليقات. ماكو ولا تعليق سلبي الحمد لله. ماكو ما
ماكو يعني ما عندنا الناس تحبنا لانه احنا طبيعيين. هو هذا اهم شيء. ايه. هذا اهم شيء. وين يكون مثلا مو مثل باقي عندهم ملايين عندهم كذا هذا. عندنا ناس اولا حقيقيين لا رشق ولا ما ادري شنو حقيقيين يحبونا متابعين لنا لشخصنا احنا. صح صح. كفنانين وك يعني مؤثرين بال بالسوشيال ميديا وبال زين. شنو الخطوط الحمراء اللي ما تقدر تتجاوزها بالبيت؟ شنو مخلين انتم نفسكم خطوط حمراء؟ اكو اهم شيء بيتنا واولادنا والعلاقه اللي بيناتنا. يعني مثلا حتى اذا تصير مشكله بيني وبين نواس ما احب احد يعرفها. زين. بيني وبينه باب الغرفه. اريد اعرف منو الاكثر هدوءا؟ نواس. حاليا انا من كبرت يعني. اي وين كبرت لسه يعني قصدي كبرت يعني عن الزواج 17 سنه احنا. اي فبالبدايه انا كنت كلش كلش عصبي وما اتفاهم وهذا شويه هدأت. هسه اكثر هدوء. اي الحمد لله. زين منو منو اكثر عناد؟ أنا هواي عاند. اثنين نفس البرج اثنين نفس ال. إيه يعني إذا ما أقتنع بالفكرة ما يعني ما أنفذها فلازم أحد يقنع عقلي حتى أقدر أقتنع بها ويعني أستسلم للشيء اللي يقنعوني به. بغير طريقة لا مستحيل. يعني بس مسيطر عليه العناد مو عندك؟ نعاسة ما تنكل شيء. لا أنت تسيطر على عنادها؟ إيه طبعًا. يناقش عقلي يعني. أكو حد مو إلا بالجبر يعني بالعقل بالهذا. زين. الشيء اللي أشوفه صح أقدر أوصل له إياه وتكتشف إنه هو صح. أنتوا لا واحد يجامل لا واحد يعني ما عندكم هذا الشيء. هاي كلها جدية. إيه. هاي إيش قد تأثر بالنسبة لكم ويا الناس اللي حولكم؟ صراحة يعني. يعني جديات يعني إحنا مو خسرنا. أي. وانا ماكو ناس ابتعدت عنا هوايه من هالموضوع لانه يعني ننطي كل من طينته بخده مثل ما نقول احنا بالهذا. كل من اللي يغلط نقول له هذا غلط. اللي مثلا طريقه تعامله ويا اطفاله او يدللهم او كذا الدلال مو صحيح دائما. صح. يعني مو دائما انه الدلل انه تحب. انا احب اولادي بس ما ادللهم كل شيء يريدون اسويه مو كل الوقت. اكو اشياء لازم. اكو شيء اكو ليميت لهم. اكو حد. ايه انه هذا نقدر نوفر. اكو شيء ما نقدر نوفره. زين. او حتى اذا اريد من مو مال عمركم نوفر لكم هذا الشيء. صح صح. ايه فاكو ناس ابتعدت عنا يعني مو بس موضوع الاطفال موضوع كل شيء بالحياه عامه. أي. يعني اكو شغلات نشوفها اخطاء احنا يعني اللي نحب ننصحها. ما تقدرون ما يعني اقدر جامل. لا الساكت عن الحق شيطان اخرس. صح. ايه صح. انت هم نفس الشيء هم هيك لا انا شوي اجامل اكثر. ايه مخليك شوي انت تكسرين يعني. يعني أنا ما أحب أكون لهالدرجة يعني صريحة ويا الناس. كل أي. شخص هو حر يعني. حلو. فما أحب أتدخل. كانت كلش بالبداية لا أسهم يعني هم قامت يعني اللي تشوفها صريحة شوية ويا اللي أعزهم كلش أكون صريحة. أي. بس المعارف لا ما لي دخل ما أتدخل. مشين. إيه. زين منو أكثر واحد نكتة عنده بالبيت؟ يعني اثنين عندنا. نواس هو علمني شلون اكون صاحبة نكتة. البارحة دا احكي له بهذا الموضوع. قال لي من بعد 17 سنة تعلمت. زين. انا من مؤسسين التحشيش يعني. يعني هسه تقول لي تحشيش اقول لك شيشتكة مثلا. من زمان يعني هاي بالبداية انا دا احكي لك عمري 19 سنة تقريبا قبل 20 25 سنة. زين. فمن المؤسسين بهالموضوع. فلازم اكو ابتسامه اكو نكته بالموضوع. بالضبط. حلو. احنا هذا المكان يعني شويه هدئنا بي. ليش دا هيئكم؟ لان احنا راح نروح بشويه باجواء بيها يعني تحدي وبيها شويه نشاط و... اي فهسه انتم استرخيتوا. تحدي رياضي يعني لو لا مو رياضي. اي راح يكون تحدي مختلف. من نروح هناك للبيت نشوف التحدي شنو. ان شاء الله. جاهزين مو؟ خلاص ان شاء الله. قلت لهم انتم زوجوني اللي تريدوه. زين. اللي تريدوها حتى
اولا انتم راضين عنها ما ايه. تقولوا ما تبدي هذه المشاكل ولا هذا ايه. وثانيا انا اللي تختاروا لي انا قابل بها انا اريد اكون عائله مو كل شغله يعني ايه. فهي بنت عمتي امها وقالوا لي قلت لهم يعني هسه قلت لكم انا اتزوج اي واحدة يعني الا لك راح انا اجيب يابا ما يخالف ها يعني انت اسقاط فرض هذا لا يعني امي قالت لي لا انا ضوج منك وانت وهاي راح تلزم ايدك وهاي قرايبنا ونعرفها وما شايفه برا البيت 17 سنه اخذتها عمرها يعني تزوجت صف خامس علمي كنت ما شاء الله حيث من تزوجنا وبعدين رحنا الامارات عشنا 10 سنين ورجعنا كملت دراستها ما كملت السادس. طبعا خارجي درسته خارج الحمد لله نجحت بوقتها من اول دور وبال 2010 يمكن خلصت السادس والعام يلا قررت انه ادخل جامعه فدخلت بجامعه جيهان قسم الاعلام هنا بأبيل. حلو حلو كل التوفيق طبعا بهذا المجال الله يخليك اشكرك بس حلوه هذه انه انت واحد يعني ما يطيق الثاني بعدين زين شو وقت حسيتوا انه انتم لازم من زمان تكونون سوا يعني انتم هذا الصح اللي جمعكم شو وقت هاي طبعا حوالينا دائما يقولون اياها سرى ما تقدر تعيش ويا شخص غير نؤاس ونؤاس ما يقدر يعيش ويا وحده غير سرى زين شو وقت حسيتوا هذا الشعور بعد كم سنه ما تحسه بالضبط يعني وقت هو مو تاريخ وكذا هي هاي عشره بالضبط عشرة يعني انت تصفون ورا سنتين تقول انا شلون هيك صرت شلون تغيرت زين انت زين انت آه. انت شلون تغيرت المعجبات انت انت ملك المعجبات عائله هو بعده ترى موجود هسه المعجبات وكذا بس لا 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 كان بس هي اوفر كان هذا كان شكله وتخوف عمي شوف تخوف يا اللي تباوع صورتها وياي تبطلت منك تروح من ذيك الصفحه تروح على غيره والله انا ما اسوي لهم شيء عقاب شو مسوي شلون يعني البارحه اي البارحه دخلت وحده على جروب ماتي على يعني الجروب الفيسبوك مو الصفحه الشخصيه زين من هاي اللي يعني مرحبا اي شلون الصحه ليش ما تجاوبني هاي سمعت شلون ما ادري بتليفوني سمعت اجت اخذت التليفون شبيش عيني شو تريدي من عنده انا جاوبك ليش بعد راحت حتى بلوك سويت لي ويلي ايش هيك هذا قطعه رزق هسه تقول لك شكم الزوج لعاد اي صح زين احنا يعني هسه حكينا باشياء من الماضي خلينا نقول اريد قبل ما نختم هذه الفقره اريد اعرف اهم ثلاث اشياء صارت من بداية الزواج لحد الآن أهم ثلاث أشياء صارت عندكم أولادنا هذا واحد هم ثلاثة هم يميلون المن يعني شنو يميلون المن للأب ولا للأم لا شوف لازم الطفل لازم يميل يحكي له إحنا متفقين إنه ما حد ينطي بالثاني حتى لو أبداً. حتى لو مثلاً أنا غلطان أي. قاسي عليهم أو هي نفس الشيء زين ما ننطي قدامهم واحد ثغره قدام أبقى. الاطفال يعني كاستغلال استغلوها اي هو يعني مثلا سواله مكسوره الطفل ومن يروح الامه تنقذه لو يروح لا الابو لا امه لا ابو ما حد ينقذه ها يجي نادم الاثنين يعني نتفق على نفس الزعل ونفس العنوان ونفس التفصيله يعني حتى حلو. شنو هاي ثلاثتهم اي هذول رساله الانسان بالحياه اطفاله لازم يتربون بصوره صحيحه ما يصير يميلون للاب او للام لان هذا خطا راح تخليه بس شويه مرات يعني واحد يحس مثلا الطفل يحس انه اني شويه ابوي يغطي لي شوي او امي شويه لا احنا ما عندنا هذا الموضوع يعني لاغي هذا ابد ابد لاغي. ابد هم يعرفون شوف هسه الاطفال مو مثل قبل فاحنا أيه احنا كنا بوقتنا يعني شو تلفزيونين عندنا مباوع الحين ب 12 يطفون علينا وننام صح هسه أنا ابني يعلمني على الأكل إيش قد بي كالوريز إيش قد بي ابني وحاط ميزان أخذ باقي الميزان ماتي عدانا جابه من أسوي رجيم حاط غراماتي خلي بي وقال لي أنت البارحة قال لي أنت ليش تخلي بالعصير صودا هاي بيها صوديوم والصوديوم يحبس السوائل بالجسم وهاي أيه. بعد يعني تخيل عمره 13 سنة ما شاء الله حافظ هاي المعلومات كل شيء يشوفونه كل شيء يعني اي شيء أيه؟ يجون يقولوا لي مثلا انا قبل الناس تقول لك انت قد مطلع وكذا وكذا علي مثلا اي هسه هم مثلا اجي اقول لهم اكو داتا مالتهم أيه اكثر صارت شغله وصارت مثلا
ذاك اليوم عصار وصار ما قالوا من اول بارحه ندري وكذا وشفناه وهالفيديوهات باللحظه يعرفون فكل شيء يعرفون اي اي الحياه تتغيرت يعني والطفل عنده ذكاء هسه يعني مو موسيقى هم لو شنو تشكيلي لو شنو لو ماكو ابد تشكيلي ولا اشكيلك ابد ابدا يعني ميولهم كلش شنو غير تكنولوجيا يعني انا بناتي اثنينهم ان شاء الله يردون طبيه زين وما شاء الله متفوقات كل احنا ليش دائما نروح للطبيه هم عاجبهم مو ها هم يعني عاجبهم ابني ما شاء الله عليه درجاته كلها يعني 98 97 بس ما عنده اي ميول لا طب لا هندسه كل شيء ما يريد ميوله ماديه لا هندسه احتمال بس هو شو يريد تجاره يعني يريد يصير يا اما تاجر يا اما يبني يعني مقاولات وكذا قلت له هاي بالهندسه تصير اي قال ايه يعني او اداره اقتصادها متفيده اي لا هو يريد يبني ستراكشر يعني كذا وهذا او يصير عالم فضاء هيك يعني بباله مو افكار مختلفه حلو احد اهم شيء يلقى خلينا نقول الارض الخصبه حتى يقدر ينميها بس طب ما يريد يعني ابد ما يريد طب ما يحب واني ما اناقشه بهذا الموضوع يعني انا صراحه ويا هذا الموضوع انه الابن لازم ياخذ راحته بالاختيار يعني لان هوايه كده ينظلمون من اهلهم والله أنا متندم يعني أنا بالثالث متوسط طلعت 96 معدل زين ورحت معهد فنون قلت لك معهد فنون يعني مو مثل قبل كان إحنا بوقتنا بالتسعينات هذا كانت دراستها مو قوية وأنا أصلاً يعني أصول الموسيقى والنوطة كلها دارسها بالابتدائية فما قدم لي شيء المعهد مجرد شغلات نظريه يعني يعني انا مرات كنت حتى اصلح للاساتذه واغلاط مثلا بالهذا انا اصلح لهم يعني لو مكمل دراستي انا على كانت عندي يعني شاطر خلينا نقول احنا لو مكمل دراستي ودارس طبيه او هندسه او شيء ثاني وانا عندي الفن موجود يعني الموهبه والدراسه انا مخلصها حلو. كان صار عندي اوبشنين بالحياه يعني. فعلا احنا بكل الاحوال مستمرين وياكم عندنا فقرات بعد اكثر راح نتحول لفقره ثانيه ان شاء الله هذا حلو بيانو هم هنا اكو هاي الاشياء كلها حلوه هسه انتم مقبلين على تحدي منو اللي يفوز بالتحدي برايكم والله ما ادري حسب التحدي اللي راح يصير راح يصير عكس نعكس الـ 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 الفن مالتكم ايه؟ انت راح تكونين مكانه ايه؟ بالاستوديو اللي هو اعتقد هذا الاستوديو صح هذا الاستوديو اي انت بالاستوديو تأدين اعماله توزيع وكذا وغناء انا خسران العاد ليه مبين هون الخسران كل شيء ما اعرف ماله صوتها ما حلو ما له علاقه احنا نجرب غير نجرب هو تحدي اي وهو راح يكون بالرسم هسه ما اعرف زين هو يقدر يرسم والله ما ادري خلينا نجرب نشوف اي واحد يقدر يرسم عادي اي لا مو هي راح تقيمك وانت راح تقيمه هي هاي القضيه هسه انا والله خسرانين اذا ما يخالف يعني مثلا اذا هي ما تعرف بالموسيقى وكذا بس بس تقيمني اذا انا خسرها هي راح تخسر اكو ناس هم راح يقيمون المشاهدين هم راح لهم حصه بالتقييم بدي اقول لك خسرانه خلينا ندخل نبلش ويا اسراء اهم شيء انتم التحدي وراكم مو لعب الله يستر هنا الموضوع زين ندلت مكانها ايه زين بس ندل المكان انت هسه راح تكونين بمكان نواس نواس جاي خطية مطرب شاب يريد يسجل اغنيه على باب الله زين ايه فايش راح تسوين شنو الاجراءات ايش راح تعزفي له ايش راح تقولي له شو تنصحيه اي شو انصحك اول شيء انت احنا فرحانه اني انه اكو شيء موهبه شابه تفضلت عندي بالاستوديو مالتي ان شاء الله راح اكتشفك مو بس راح اكتشفك لا شلون فرحانه لا تدفعني فرحانه لانه اجى يعني الاستوديو احد قاعده ماكو رزق فسمعني صوتك حتى نشوف شنو نقدر غير الدقيلي شو معرفني ما اعرف شو اسوي اي والله يشتغل اي 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 لو بايدي بايدي حتى في المره ثانيه مثل الجهاز شايف الجهاز هاي ايش تتعاملين المطرب هاي شو يسوي المطرب اذا تخيل المطرب تعزف له ايش راح يغني ايش راح يغني زين راسا يعوف الموضوع يروح يصير خباز راح اعطيك شويه اسهل زين هو راح يغني وانت عزفي وياه
ان شاء الله تأقلمي ويا الله يوفقنا ان شاء الله. يلا يلا هذا بيرك لو لا ها ريكورد بي ريكورد بي هسه يلا هسه ريكورد لا هو خلي يغني وانت يلا حرت لان الهالي ولان الحبيبي بويا لان الهالي ولان الحبيبي انا يا ضيعني ضيعني قلت لي راح يقيمني مو انا مقيمه نفسي انا خسرانه بس يا اخي انا قيم نفسي وانا خسرانه بس ايش اسوي وشنو وين راح عديدك هسه اي بس هيك حارت لاني الهالي ولاني الحبيبي حارت لاني الهالي ولاني الحبيبي صدق احتار راح ضل حائر هذا اقوى شيء تقدرين هذا اقوى شيء وكل شيء يعني وقف ريكورد تبهذلت هالساعات هسه هذا اكثر شيء تقدرين تسوي انا شو افضل صرت تغيير بالأماكن مال اغني اغني وحدي عليهم ويتنمرون علي وما ادري يعني خليه يعزف لك انت حتى لو في شيء بسيط ابد والله ما اقدر ما فيش روحي قدام الناس زين اعطي مجال خليه يقعد يلا يلا اقعد استاذ ناس اكتشفني وقولي بعد لا تجيني هسه اريد انت هسه جيت لمكانك الحقيقي اي احنا نقدر هذا نقرب المايك اي دادم وراحت علينا من راح نكبر من يجينا دادة شمعت الهواك صار ونخاف يطفن لو سهينا نظراتنا تشرح اش ما صار عنكم وعننا وعن حاجينا وحبنا الطفل ما بين الضلوع حبنا الطفل ما بين الضلوع خايف نضيع بين دينا خايف نضيع بين دينا هذا تحدي وناجح واطيل جائزة منه يعني شنو الصوت الحلو هذا تسلم تسلم يعني احساس عظيم تسلم والله. حبيبي انت انا شوي طمع ايه؟ اريد بعد شيء شو نسمعك بعد شيء عجبك ما اعرف انت اختار هسه انت سمعتنا شيء شويه بي رومانسيه وبهذا شويه شيء بي ايقاع ناخذ ايقاع انا ما عندي هنا أنا ايقاع جاهز هذا الاورج مو بي ايقاع لا مو الا ايقاع يعني قصدي تعزفه بس يعني هي اغنيه شويه اخف تمام يلا اريد الله يسامحني مدى يسرقون اوكي لأن أذيت نفسي هواي طيبة قلبي أذتني تعبت شروح ويا أنا بحقي غلطان لعبت بحالي لعبة كنت بالناس وهما مشيت بدنيا طيبة صحبت الوف وخان غدر بي لأحبة دون تعلي بنيان ويروح الناس غرب وعد مني وعد بعد ما ثقبت ولا انطي مجال كل شيء ولحال وعد مني وعد بعد ما ثقبت ولا انطي مجال كل شيء ولحال هاي إليك شو يقول لك بعد ما ينطيك مجال مو والله بعد هاي آخر مرة أول مرة وآخر مرة والله وأنا أصلا أنا أريد صدق أريد أسأل أنت تجين هنا يعني تشاركي بأشياء هاي أول مرة ألزم الأورج أو تدخلين هاي الغرفة لا 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 شو بس لا أجي أقعد لا. يعني تجي تقعد بس تقعدين أي سمعني شنو أكو أغاني داري تشتغلها شنو أغاني جديدة مسجليها أبد ما ليش قلت لك أنا ما أعرف وشفت من مدة تجي صار زين أنا سمعت قبل شوية كنا نحكي قلت لي عدت أغنية مهمة نعم اللي هي طبعاً صارت خلينا نقول لوجو بالنسبة لك أنت احكي الموضوع
هبوا بمناسبة إعادة الأغاني قومت بإعادة توزيعها وتسجيلها أغنية طفات القدر يا شمعتي اللي هي سنوات الضياع أي. اللي بال 2006 يحيى حتى يحيى ولميس قمت بتوزيعها وراح اصورها لان بذيك الفتره ما قدرت اصور هالاغنيه بحسب العقود مالت الشركات وكذا كان ما مسموح هسه عبر عليها 15 سنه اقدر يعني صارت مسموح صار لها 15 سنه تخيل اي 2006 لا بعد لها سنه تصير 2006 اي ممكن زين نسمع شيء منها اي نبوق يعني شوي من عندك بسيطة هاي حصريا طبعا ما مسموع التوزيع الجديد هاي اليوتور بس برنامج يوتور انا سامعتها سويت بينا وين رجعتنا يا والله العظيم رجعنا الوقت يعني ما ادري عدت هوايه شباب بس اكو فرق كلش كبير يعني حتى اقول للناس للشباب والبنات ترى هاي الاغنيه يعني عباك مو هي ذيك يعني هاي اغنيه جديده بعد مضاعفه صح ان شاء الله نجاحها هم يكون مضاعف ان شاء الله والله انت تستحق انه يعني هذا الفن النظيف الفن الراقي يستحق انه يوصل حتى على الاقل الناس شويه اذنها يعني ما دام اكو مثلك عندهم ذائقه فنيه هيك شيء وتذوق فني حس عالي للفن ان شاء الله نظل ان شاء الله والله احنا وياك صراحه خليك وبيوم اللي راح تنزل طبعا قريبا راح تنزل هذه الاغنيه بيوم اللي راح تنزل كلنا احنا راح نشيرها ونحاول إن انه توصل ان شاء الله واكو بعد نطلب منك بعدين اغاني هم ان شاء الله سجل لنا جديد ان شاء الله حتى أكيد. الجمهور هم ينتظرك يعني اكيد 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 اريد اعرف بهذا المكان بعد خساره خطيه ايش بدك بجوز هو هم يخسر يعني لا بس انا خسرانه اوقع عليها انت خسرانه اي اريد اعرف ايش قد وقت هنا تخلص هو المشكله التوزيع ياخذ الوقت يعني واحد يدخل 8 ساعات 9 ساعات يعني حتى صار عندي انا هنا تلف بالعضله هاي من الماوس طبعا يعني الاغنيه مرات يظل بها 4-5 ايام على 10 ساعات أيه. تذكر لي اهم الفنانين اللي سجلت لهم اللي اشتغلت لهم كل الفنانين بصراحه يعني. لا حتى الناس تعرف يعني. كلهم يعني من الكبير مالتنا واستاذنا اياس خضر عنده 30-40 اغنيه سجل عندي هنا بهذا الاستوديو للفنان محمد عبد الجبار الفنان قاسم السلطان الفنان لؤينانه رعد وميثاق جعفر الغزال جلال الزين فهد نوري كلهم حسام الرسام برواز مطربين اكراد هو اجا برواز وزوجها غوران ايفان ناجي كل شيء يعني كل شيء اسف لين ما اتذكر كل الاسامي اي كل الفنانين اغلبهم يعني اسراء الاصيل اي حتى الا حسين مسجله عندي تايتلات مال رمضان زين هي استاذ حسان دادوش هسه احنا نريد نختم هذا المكان نعم باغنيه تختارها على ذوقك ميحانة 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 غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك حيك بابا حيك
الفرحة مال ابويا هذول اللي عذبوني هذول المرموروني وعلى جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني. الله يا احبها الاغنيه والله. يلا هسه حضر روحك على التحدي ننتقل. هسه التحدي يمك بعد راح يصير. يلا تفضل. هسه راح نروح احنا ننتقل للمكان الاخر اللي هو الجاليري الخاص بسرعة ونشوف ايش راح يسوي شنو راح يقدر بيكاسو. ما ما اعرف. تفضل. يلا تفضل. حضر باعي مشيته تختلف صارت هسه مال فنان تشكيلي مشي مال رسامين مال رسامين. اهلا تفضل. تفضلي. الله يخليك شكرا. هاي المشي مال رسامين تختلف طبعا. هنا هي هسه حاليا فنانه موزعه موسيقيه مو بالله. ايه الفاشله طبعا. لا لا تفضل. تفضل. دخل هو دخل اسد. ايه. اسد بالفن التشكيلي. ايش راح اسوي سوالي يعني. هذه غرفتك باعتبار ايه نات رسمين. ايه وذيك الالوان هاي جزء الباقي الالوان هياته هنا يعني. آه لان كلش هو عندي كميه الوان. يا تفضل. شو تفضل. انا هسه راح اجيب لك الستاند شلون انا من اقعد ارسم. اي نعم اقعد واخلي بس احنا نريد يعني حتى تشوفون. اي ظل واقف حبيبي خلي له هذا الكرسي يصير لو هذا ما يرام. اي عادي لا ايش ارسم صفحه اخلي لك اني لون. اقعد هنا خلي لك الوان. اول شيء تعرف شو نسوي بنرسم؟ نعم شوي تعليم هذا لو شو هاي غش القاها الغراض اني. ايه ايه هي قلم 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 بس دقيقه مال حلاق لا بروفيشنال راح نشتغل هسه احنا. اول شيء رشها بالمي زين. هاي سهله. هاي سهله لا لا كرش بعض رش حتى تتحسب لك هاي نقطه يابي هسه من 10 هو نقطه انا راح انجحها. ايه هذا لون كوش احبه. انت يا لون تحب؟ هو هذا. هاي نقطتين حب اللون. احنا خلينا نتفق كل شيء ينجح به تعتبر نقطه. هسه هو عنده نقطتين من 10. لا انا خسرانه اصلا. انت خسرانه بس هو هم لازم يربح لازم هم لا لا ليش ساعته غير تقولوا لي؟ ما بعد شو شوف هاي اللمسه الاولى. راح اصور انا من مين وياكم؟ هاي دموع بس لا هاي هي نقعتها هي خربت اللوحات. هاي ليش نقعتها هاي مقصودة لعب والله حلو نقاس. ايه كمل. ايه صار بيها شيء يعني رمزية. هاي جبال ايه شنو؟ لا هذا مي مي. ما نرسم شمس هيك صفح. هو لوحته هاي لث يعني صراحة هذا الشمس هم زرقاء سويها شنو وين بالمريخ زين. طي لون ثاني غير يقول لي يا لون طيب يلا نقول لي سارة ماني فوما ضل انا انجح بيك. اصفر في اصفر حلو مو عشان خربتها بابا. اعداء النجاح. اعداء النجاح كانه بابا. مي يعني ومطر اكو. ايه. بس بالعكس المطر جاي. اي هذا الاصفر غير جسمه لانه مال شو اسمه تقعد تخسر الفرشة هسه. طلعت نقاس. هاي الشمس عليها نقطتين. هاي شنو؟ وانا عاد مو قعدت وزفت يعني انا متى عندي كم نقطة؟ انت عندك اربع نقاط. صدق؟ اي اربعة من عشرة. لا تطي بعد اكثر. هسه اربعة كلها. اريد جوزي. اريد جوزي. اربعة كلها هسه. بس انا دا اساعده ترى. لا انت اذا تطيني بس انا دا ارسم. وليش اطي اخسر يعني؟ بس خليني اسوي الجبل حتى تكمل. شو كردستان رسمت؟ اي. لين باربيل يعني؟ اي لا عشان. شكرا. حلو. بس هنا احذر من الكمين هي خليفه يمكن. لا 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 اخذت لونه هواي. لا مو كمينها بالعكس. شوف الرسامين المبتدئين يخافون يردون كل لون واحده. اني لا اخذت ثلاث اربع الوان سويها وعادي يعني. اي بالعكس احلى يطلع يصير شلون يقول مثل الظلال مختلفه.
احلى تطلع هيك. هذا كبل او جبل؟ جبل اسمه يراد لها وقت يعني. طبعا ايه طبعا. حاصرني بوقت تريد انتاج راسا. صح صح صح. اللي ما يخليني الزم اي شيء هيك ما اقدر. هذا شنو؟ هسه هذا مي. اي زين. وهاي الامواج وهذا جبل والشمس طالعه زين. هاي ورا هاي شنو هاي؟ هاي ليش هيك؟ مو انت مو يعني مو اعتباطا. لا هاي ورا المطر صارت هذاك اليوم صارت وغرق صح. فهاي طلع المي هيك عن الـ عن الـ النهر عن محور زين. والشمس دت تنشف الحمد لله والشكر. هذا ترى حلو حلو خوش فكره هاي زين تمام. هسه احنا يعني تقريبا نجح. اه اي بس يعني احنا شو نريد هسه هذه اللوحه حتى ايه؟ انت تعدلين نجاحك حتى اقيمها كطفل لا يعني لا تقيميها لا. هسه على هاي الوضعيه تقدرين تعطيها كم لمسه تغيريها؟ اقدر كلها غيرها طبعا. والله طبعا. يلا حط الخبز الخباز اصير نفس الفكره تردون هي هاي مجرد تقولي لنا تسويها في هذه اللوحه تقولين هاي اوكي. طلعت الفرج الزينه. لا والله انا مطيتك من الفرج الزينه. ليش يجي تقول كانت مضمومه؟ مو اسف اخر اسئله اني انشف. ايه شرط منكم خير. إيه لازم تكمليها. هي هاي صلحين اكملها طبعا. زين انا قاعد اعتباطا سويت هاي اساس. هو خلى اساس كل شيء يكملها. لا بيكاسو حتى لو يطلع من هذا المكان. هاي مصيبة. نخلط لون السترة لازم. ما نزل عندها. مويا غير صلختني نص لتر مي على اللوحة على بودة ترتبها. كلها بني لوحة. حرت بهاي شو أقول لهم؟ تريد أحلك إياها هسه أخلي بعد عليها والله أحلى تصير. شو اقول لهم النهر زعلان وقام يبكي. هو مو كل فنان حر بالشيء اللي رسمه بتعبيره. ثاني شيء هو المعنى بقلب الرسام. اها مثل الشاعر همتين. زين حلو. ده تشوفون الرسم شوفوا ايش قد حلو يعني الطريقه والاساس. انا بس الجبل ما مقتنع به. لا لا انا دا احكي على الاساس اللي خلاه يعني نقاس بطريقه اختار ثلاث الوان كلش حلوه. تقول هاي شنو انت ضدي؟ عادي وانا بصراحه احنا قبل اللقاء اتفقنا انا والناس اكو امور يعني هسه على بالك ما تصدق اذا تصدق رشاوه. لا لا تظل اسبوعين تقول لي مو اتفقت التوبي. ها شوف حتى رسمه مال اطفال راسا كامله يعني. ايه معقول برد شوفوا طيور طيور هنا. اوكي ام الهمزه بالمناسبه انا اكتشفت فشي نقاس من لزم الفرشه تذكر الابتدائيه. اي والله وقت رجع رجع والله مرسم الصغير هو من الابتدائيه لسه ما راسم ما على عصافير الغبشه. شوف طابشه مسمين لانه حلو زين بعد اطب الماء حماتها. اذا اذا على هذا اللي سوته لازم نعطيها نقطه طبعا. اي لا ثلاث نقاط حتى تكوني ناجحه انت. انا اللي افوز يعني؟ لا لا نقاس. نقاس الفايز؟ طبعا. لا ليش خليتوني اعدل؟ رسمت رسمت انا رسم و يعني على الاقل سوى فد شيء يعني. ها اي يلا خلي يشوفوها الناس اللوحه. يلا عمل مشترك هذا اذا تنباع ترى نصها الي انا. اي هذا راح تنعرض بمزاد؟ طبعا على المزاد. هاي اللوحه اول خطا انه ما خلينا لون عليها كلها. فهاي اول غلط بتقييم اللوحه. هذا مقصود. لا ليش رشيت لك مي غير كلها تخلي عليها لون جديد؟ هذا اربع حلقات ما خلص دقيقتين. هاي هي بدها تحكي على الاعمال القديمه هسه هو حداثه يشتغل طبعا. خلص لعد ها هي. اي اذا هاي اللوحه راح تنعرض وتنباع ان شاء الله بمزاد قريبا. اللي حاب يشارك بهذا المزاد يتراسل ويا على صفحتنا. شلون ان شاء الله عجبتكم؟ بصراحه كلش عجبتنا. واريد اسال من شوفها انت اذا ترسم. ايه انت شو تسوي؟ هي صراحة. تفرح من اجي اقعد يمها. ها تجي. ايه. بس هي عندها مشكله انه مثلا تسالني مثلا تقول هذا اللون حلو. اقول لها اي ما تحطه. من هاي النوع. ايه يعني مثلا هذه هاي قبل ما تجون هذا اللبس هي قالت لي حلو قلت لها ايه كلش حلو الكونتراست هذا. طلعت لي 25 شغله غيرها لين قلت لها حلو هذا خليه. كل ساعه اخر شيء قمت ما جاوبها. هذا حلو؟ ايه ما له علاقه. ما له علاقه. ف
فرجعت لبسته زين يعني. انت ايش قد وقت هنا؟ واي تستغلي مني يروح للاستوديو؟ طبعا من يطب استوديو من يسافر من عند مثلا حفله شغل اكثر وقتي هنا اصلا ما احب اطلع من البيت يعني. انا متعتي اقعد هنا وارسم خاله تلفزيون خاله المسلسلات اللي احبها افتح المسلسلات بس اسمعها زين. او والاطفال والبيت منو ماكو انا اولادي كبار فاكثريه وقتهم يرجعون من المدارس لو عندهم دورات تقويه لو يقعدون يدرسون اتوسل حتى احد يجي يحضر لهم الاكل محضر كل شيء اكو اي طبعا بس اليوم ما حضرنا اكل ها إيه. خطيه احنا تعبناهم والله لا انه ولا مشكله طبعا صدق يعني الولد والبنيه اي كلش هسه يعني حاقدين علينا حقد مو طبيعي سوينا لهم ازمه اليوم احنا حتى ننهي هاي الازمه انا كلش اشكركم يعني اهلا وسهلا بكم يعني جوله ممتعه تاخرناكم وتعبناكم نورتونا شكرا لكم على هذه الحلقه أهلا شكرا اذا مشاهدينا يوتور مستمر وياكم ونجومنا مستمرين وهذه الحلقه فعلا حلقه المفروض اي انسان ينتبه على كل الحوار اللي موجود خاصه اللي يريدون يتزوجون جديد مع السلامه